أستاذ محمد أحمد والد بلال، إزاي يعني بتوفر لبلال الجو وإزاي بتوفر له متطلباته في تعليم السمسمية؟ والله بص، انا مركز نفسي كلي عشان بلاد، يعني انا يعني الصعوبات كلها بشيلها من قدامه، يعني انا ما بخليش يعني عقبه قدامه، يعني مهيئ له الراحه بتاعته وعامل له سمسميه في البيت، بيعرف بيعزف بيها على البيت، بجيبه هنا تدريب كل شويه، كل جمعه الاستاذ رضا انديله اوديه واجيبه، يعني انا مقصر في شغلي شويه بسبب بلال، يعني واخد بالك انت، يعني انا مثلا بيبقى عندي شغل وبتاع كده بسيبه عشان خاطر بلال، اعرف اروح اوديه واجيبه وبتاع وكده، ومش انا بس، يعني عندنا الاسره كلها كمان، يعني عندي والدته كمان ماسكه بلال، بتوديه من هنا وتوديه هنا وتوديه، يعني ايه، يعني عاملين له سبل الراحه كلها بحيث ان هو يعرف يتمكن من الاله السمسميه والشعر والبتاع، لان هو عنده مواهب كتير جدا. ايه هي المواهب دي يا عم محمد؟ والله هو موهبته شعر، لان هو بيقول شعر حلو قوي، سمسميه، بيمثل، عاوز يبقى دكتور، فليه مجالات كتيره جدا في دماغه، يعني مش هو عاوز يركز وعاوز يعمل كل حاجه، وغير كده يعني هو في التعليم بتاعه بيطلع كل سنه الاول، يعني هو من الطالب المثالي، بياخد كل سنه الطالب المثالي على المدرسه وعلى الاسماعيليه، و يعني ما فيش سنه الا لما يطلع فيها الاول، يعني هو مشرفني ورافع راسنا فوق، يعني ورافع الاسماعيليه كلها بحالها، يعني ما فيش مسابقة الا لما يخش فيها لما ياخد فيها مركز اول، هو ما بيحبش ياخد المركز تاني، لان هو بيحب ياخد مركز اول. في معوقات بتقابل بلال يعني على المستوى العام، مش مستوى البيت يا عم محمد؟ يعني هي العقوبات بتبقى بسيطة جدا، يعني هي الواحد التنمر بتاع الناس ومش عارف ايه وبتاع، لما يكون كفيف وبتاع وكده، لما يمشي في الشارع لوحده ولا حد لازم يمشي معاه كده، فنظرة الناس للناس اللي هي ذي الإعاقة دي بتبقى نظرة، يعني بتبقى سلبية شوية، يعني احنا بنبقى يعني لما يكون ماشي هو لوحده كده الناس يا ابني فتح يا ابني مش عارف ايه، هو ما يكونش واخد باله، لأن هو طبعا كفيف، فهو بيمشي ممكن يخبط في حد كده ولا بتاع، فالناس ممكن تتقبل الشيء ده، في ناس بتتقبله كده، بس بعد ما تعرف حالته بتتأسف ومش عارف ايه وبتاع وكده، لأن ما تعرفش الإعاقة بتاعته. بس مين اللي بيروح مع بلال الاشتراكات بتاعته في المهرجانات وفي المسابقات؟ بصراحة والدته هي بتسافر بيه وتروح بيه وتيجي وكده، يعني وهي لها فضل كبير جدا يعني عشان بلال، يعني وبتاع وكده، لأن هي يعني في مصر في الشغل بتاعها في القاهرة هناك، فبتاخد بلال على طول معايا، وساعات بيروح يكون هناك في القاهره لما يكون في مهرجان ولا يكون في ملتقى ولا حاجه زي كده، فبيقعدوا في القاهره كتير يعني عشان يركزوا في المهرجان بتاعهم ولا حاجه زي كده. في اي مطالب خاصه لبلال يا عم محمد؟ هي المطالب مش خاصه، يعني مش مطالب خاصه، يعني ما فيش مطالب خاصه يعني لبلال. الفنان رضا انديل مدرب بلال، كلمنا حضرتك عن تجربتك مع بلال. اهلا وسهلا بحضرتك في البدايه وبالساده المتابعين. بلال حاله منفرده في تاريخ اله السمسميه، عمر اله السمسميه تمتد الاسره 13 لامدادنا الفراعنه، يعني بنتكلم في 7000 سنه تقريبا، محدش من المكفوفين تجرأ وقدر يقتحم عالم عازف السمسميه وتمكن من العزف عليها غير بلال، فانا مسميه بلال البطل اللي اقتحم المنطقة دي اللي محدش اقتحمها قبل كده خلال 7000 سنة. بدايته كان عندي حفلة في بيت الشباب الدولي في الإسماعيلية، فهو كان مع والده ووالدته هناك، فلقيته هو جاي، والده جابه لي وجاي، يعني أنا ما كنتش عارف إن هو كفيف أصلا. فبيقول لي ممكن أشوف السمسمية؟ قلت له حاضر تعالى. فوالده أشار لي إن هو يعني كفيف. فقلت له طب أنت يا بلال عايز تحسس على السمسمية مش تشوفها. خدت بهزار يعني عشان احتويه من الاول ان انا اهزر معاه واوصل له. قال لي ماشي، فلمس كده السلوك ولمس السمسميه، عجبته جدا، قال لي طب انا كفيف ممكن اعزف على اله السمسميه؟ قلت له ان شاء الله تيجي التدريب وانا يكون لي الشرف ان احاول اعمل محاوله، لان انا ما كانش سابق قبل كده تجارب ابدا، لان زي ما قلت لحضرتك ده العازف الوحيد الكفيف في تاريخ السمسميه، لا انا ولا غيري كان خاض حتى التجربه انه يقدر يعلم حد كفيف ويعلمه ازاي. احنا عندنا جزء من التعليم من البدايه محتاج الابصار،
اللي هو بيعزف على الاوتار من غير استخدام اليد اليسرى او الايد الثانيه، لان في عازفين هو اعصر اساسا، فالجزء ده مفتقد عنده اللي ما عندوش بصر. طب هتعامل معاه ازاي؟ طب هل هيتجاوز المرحله الاولى من التدريب ويدخل على المرحله الثانيه؟ دي محتاجه قدرات خاصه وتركيز عالي جدا من المتدرب ومن المدرب. وانا وقتها استغفرت ربنا سبحانه وتعالى انه يلهمني في طريقه ما اقدر اشيل الجزء النظري اللي محتاج الابصار وادخل معاه في الجزء الثاني، وكان هو عنده استعداد كويس جدا جدا جدا، ربما يتفوق كمان على المبصرين في المنطقه الاولى في العزف، وزي ما حضرتك سمعته بيتمكن من عزف بعض المقاطع على السمسميه، ولو ركز شويه هو تركيزه عالي جدا وممكن يبقى مستقبله كويس جدا في السمسميه. شكرا يا فنان.